صباح الخير، شو عم بيصيرون؟ صوتكم لفوق، شو عم تلعبوا؟ يلا ميرا، برافو، اعطيني اياها، اعطيني اياها، اعطيني اياها، اجى دوري. 1 2 3. كنت روحت التلفزيون. اعطيها الطابة، علت قلبها، ماسك الطابة ساعتين. 1 2. شوفوا شلون ميرا واقفة باستعداد عم تستنى. عندي فكرة أنا، مين بيجيبها براس الثاني أقوى شيء هو اللي بيفوز. يلا 1 2 3. طيب ماشي، استنى. لا 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 لا، خليكي بالدور، خليكي. يلا خلص شيلي الطابة، شيليها. لسه ميرا عم تستنى. يا جماعة أنا وشاهد ماسكين الطابة عم نلعب فيها، وميرا يا حرام واقفة قدامنا عم تستنى تلعب معنا. بالأخير بقلي شيلي الطابة. مرحبا عائلة سيامان دوشات، كيفكم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. بصراحة في موضوع كتير مهم حابين ناخذ رأيكم فيه، حابين نشوف شو رأيكم أنتم كمان، لأني أنا وشاهد صرنا فترة عم نفكر بهذا الموضوع. بيبي تعي نحكي لهم شو القصة. انا عم بلعب حاليا. هلا تركي طابه من ايدك. اوكي خدي ميرا حبيبتي، يلا العبي حبيبي يلا. اوكي قعدنا لانه هذا الشيء بده قعده، لانه شيء كثير مهم وخطير وراح يغير حياتنا. اوكي شاهد شو عم تفكر؟ شاهد عم تفكر تغير البيت. هلا احكي لهم اسبابك، ليش انت مفكره تغيري هذا البيت؟ باي باي. ليش؟ لانه صار كم مره عم نبدل. لا عادي، صرنا تقريبا سنه هون. صراحه سبب من الاسباب انه بعيد عن المزاح، البيت كثير كبير علينا. نحن بس يعني 4 اشخاص، واصلا يعني ادم ما بنحسب. لا ميرا بتنحسب والآدم بنحسب. ايه لأنه لسه بيبيات، فنحن هذا البيت فيه 4 غرف، والأربع غرف كبار. 4 غرف نوم، وتحت فيه 3 صالونات. اوكي؟ نحن تحت عم نستعمل صالون واحد، فوق عم نستعمل غرفتين. فكتير يعني تعبني موضوع البيت، إنه هو فارغ، شقد ما بنحط له غراض لسه فارغ، وبالتنظيف بيتعب كتير. الحل الأنسب إنه ناخد بيت هيك على قدنا، شوي أصغر، بيت حلو كيوت ونمنوم. لا بصراحة بصراحة شاهد كتير عم بيعذب هذا البيت بالتنظيف، لأني البيت شد ما واحد نظف ما بينضف. انا زعجني ان شاء الله انه في صدى دائما بالبيت، مع انه احنا كثير جايبين اغراض، لان البيت كبير وهيك دائما فاضي، فمشان هيك بصير صدى. بس انا حابه بصراحه، البيت شرح كثير، حلو كثير. شاهد لما كانت بالسويد شو تحكي لي؟ لازم نغير بيتنا بالسويد، البيت صغير جبناه على بيت اكبر، لازم نغير بيتنا بيتنا كبير. يا هيك بيت يا هيك. لا لا ما عنده حل وسط يا مان، احنا لحد الان ما لقينا طبعا البيت اللي بدنا اياه، بس عم ندور، ولسه قدامنا كم شهر لبين ما يخلص عقد هذا السنه ونحول. فقلنا نحن شو، بما انه نحن عم نفكر هذا التفكير، نشارككم هذا الموضوع ونسالكم الكم كمان وتعطونا رايكم، هل انتم مع نحن نغير هذا البيت وناخذ بيت اصغر شوي او لا؟ يا صباح الخير يا بابا، شوف الكيوت هذا، شوفوا الكيوت هذا، شوفوا ميرا ما احلاها اليوم، شوفوا شو طالع على بعينها، طالع لها حباية بعينه وحباية عند صرتها، وما عم نعرف ليش كل يومين بيطلع لها قصة. شوفوا وين اختفت؟ لا في هون طالع لها، هون هي عادي يعني، هون طلع حبايتين مرة واختفت بسرعة، بس هي انا مو متأكدة منها، فاليوم لازم نروح نعمل تشيك. هي الحباية اللي طلعت لها هون عند صرتها وجعتها كثير، كانت تبكي منها. ادم ما شاء الله ما شاء الله، هلا بتجيبيه عينها. ما في والله، يعني من اول ما ولد لحد الان ما في مشاكل. ميرا كان عندها يصير دائما مشاكل، يعني هيك عندها حساسيات جلد وما بعرف شو، بس ادم لا الحمد لله انه مو مثل ميرا ابدا. اذا حدا بيعرف شو السبب عم بيطلع لها لميرا هالحبوب اكتبوا لنا تحت بالتعليقات حتى نعرف، لاني موضوع غريب كثير. بس لاحظنا انا وشاهد شيء غريب، ما بتلاحظي انه كل ما بنروح على البحر بيصير معها هيك؟ اخر مره راحت على البحر كمان طلع لها هي بعينها، هلا مره ثانيه طلعت هي مع كومبينيشن. يا صباح الخير يا بابا، شو عم بيصير معها؟ بلش يزحف، فعم نحط على قدامه هيك غراض ونحطهم هيك لقدام شوي لحتى هيك يحاول يروح يجيبهم. يا بابا انت ما عندك مشاكل ابدا؟ مستغرب من الكاميرا هيك. شوفوا كيف شكله. وصلنا بس مو على الدكتور، تغيرت الخطط كلها. انا وسياند مبكرين اليوم، فقلت خلينا نروح على المول نشتري كم شغله هيك لبس لميرا ولادم كمان، لانه ناقصهم شويه لبس، وبعدين نروح على الدكتور. نحن ما عندنا حل وسط، يا بنتاخر ساعه يا بنطلع بكير قبل بساعتين. يس. ميرا نامت نوم عميق بالسيارة، هالبنت ما بتنام بالبيت. البيت انا لما بطلع بنيمة بالليل شو بيصير؟ تعمل مشاكل. الغرفة كلها بتنكتر. بطفي لها كل الأضوية، ما بخلي شيء وما بتنام، بتطول ساعة لتنام.
بالسيارة 5 دقايق بس نحطها بالسيارة، مشيت بالسيارة شوي ميرا نامت. خليني احكي لكم سر الخطة، انا جبت سيامد لهون مو لانه ميرا محتاجة ملابس وادم محتاج ملابس، مشان انا محتاجة ملابس. انا جبتك لهون مو مشان محتاجة ملابس للاطفال، لك ملابس لالي. هلا انا فهمان خطتك، فهاد كان طعم. يلا امشي. انا من الاساس يا جماعة والله العظيم بفهم شهد على الطاير، لاني دائما كاشفني انه فينا غير يوم نجي مثلا نشتري لبس للاولاد ناخذ راحتنا. بس لا الا اليوم عرفت انه في شيء حاطه ببالها شغلات. بس لا عم بمزح، هي مو بس لالي، انه انا جايه يعني لالي ولادم وميرا. بس لو انت مالك محتاجه مثلا علي. مالك حاطه شيء ببالك، كنت قلت يلا غير يوم نروح، فهمتي كيف؟ صح. شوف اخترت كذا شغله، بدي افرجيكم شو اخترت لحد الان. اخترت بس لميرا حاليا، ادم ما في كثير ملابس له بس لسه ما دورت. بس يا مان قاعده ايه لادم كبيره بس صح؟ والله حلوه. دبله اصغر؟ ايه. شوفوا هي بيجامه مرسوم عليها ايس كريمات، حسيتها حلوه هيك في الوان وفرحه. هي كمان بيجامه ومن ورا بيجي معها ماتشنج يعني ست. وكمان جبت هي، هي طبعا بلبس اللي هي هيك برا للمدرسه هيك مشاوير يعني، مو طلعات انه طلعات كبيره بس للمدرسه. واخر شيء اخترته هاد، هي كمان للمدرسه تلبسها لما تروح على الحضانه. بس اخلص من هون من سكشن الاطفال بروح على السكشن تبعي. لقيت سكشن لادم واخيرا. طبعا الاولاد دائما مظلومين بالملابس، ما بعرف ليش محل كله اشياء بنات بس الاولاد دائما ما في، هيك حاطين لهم شيء صغير. هات حلو والله، بس انا محتاره بشيء. هلا ادم عمره راح يصير 6 اشهر، فيا بدي اخذ له من 6 اشهر لسنه او من 0 ل6 اشهر، شو رايك انت؟ هذا وضع، نحن اولادنا دائما بحيرونا بهالشغله، دائما بحتار على هي النقطه. بميرا دائما كنا يعني بنعاني، بناخذ مرات يعني اكبر من عمره بيطلع كبير ومرات يطلع اوكي، بس هلا ما بعرف. خليني اخذ من 6 اشهر لسنه. خلص خذي. بتعرف ليش؟ لانه بسرعه عم يكبر هذا العمر هلا. شوفوا هي عليها موزات. كثير كيوت. لا ما في قياس ادم. لا 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 في 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 لقيت قياس ادم. هي راح اخذها بالتاكيد، هي لما ينام بلبس اللي هي كثير حلوه. شوفوا هي الجهه تبع ميرا وهي الجهه تبع ادم. ميرا اكثر شيء بينك وهي الالوان، وادم اكثر شيء ازرق وهي الالوان. اشتريت كذا شغله لادم بس حبيت افرجيكم اياهن، كثير كيوت. شوفوا الكياسه، شوفوا هي البيجامه. طبعا كل اللي اشتريتهم انا بحب لما بشتري دائما سيت، يعني ما بشتري تيشيرت لحال وبنطلون لحال، لا دائما بحب اشتريهم مع بعض. اشتريت هي بتجي معها بيجامتين يعني للبيت، هات كمان بيجامه كمان سيت. هدول كمان على فكره فيهم يلبسون يعني برا كمان، بس للبيت، لا يعني برا وللبيت بينفع. هي اشتريتها كمان. واخر شيء اشتريته لادم هاد. اوكي هي اول شغله اخترتها لنفسي، كثير حلوه عجبتني. ميكي ماوس، والله ميكي ماوس. سيامان بده يحولني مثله. شوفوا شو لابس هون. شوفوا ما بلبس هيك، ما بحب. احنا من المول بصراحة متأخرين كتير. شوف حظي متأخر بس يلا دايما بصراحة. لحظة ما رحت على السكشن تبعي بدي اختار شيء، بس بعدين قلت او ماي جاد ما حل لحق اكثر من هيك يعني، بس اشتريت شحاطة. وصلنا قدام المشفى بس صار معنا مشكلة، أنا وعم بنزل الأغراض من السيارة، نزلت شهد كمان معي عم تساعدني حتى نزل العربان وكل شيء. شو عملت ميرا؟ قفلت على حال الباب وانا نسيان المفتاح جوا السياره. شهد هلا عم تحاول تحكي مع، شوفوا عم تضحك. في هون زر عند الشو اسمه، هون في زر بينكبس بيقفل الباب كله، الباب كله بتنقفل. ميرا ميرا هون. ميرا ميرا شو بدنا نعمل؟ ميرا ميرا هون 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 هون. لا مو هون حبيبي، هون هون عند الايد. ميرا انت ليش نزلتي حبيبتي؟ ليش نزلتي؟ شو انت اول مره مشان تنزلي معي بس مشان هاي؟ دائما انا بنزل قبلك وبجهز كل شيء بعدين بتنزلوا اثنيناتكم. شوفي شو عم بتعمل، عم تتنقل بالسياره. ميرا منين جابت مصاصه؟ جابتها من الارض. ميرا هون 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 هون. ميرا مامي اوبن اوبن اوبن. عم تضحك؟ هلا لا تبكي، مو وقتك، في حل. تعي تعي هلا، اذا ما قدرنا نقنعها اوكي بروح على البيت بروح اجيب مفتاح الثاني. تعي. لا 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 بدها تطفي السيارة. لا 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 لا
طفت السيارة. روح بسرعة جيب المفتاح من البيت. طفت السيارة. بسرعة لاقي تاكسي. امشي 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 وتليفوني نسيته بالسيارة، كيف بدي اوصل تاكسي؟ هي تاكسي هي تاكسي. بسرعة اركض اركض. اوكي سيمان راح. يلا تطلعين يا عمري. الحمد لله انه بيتنا قريب شوي من هي المستشفى، والا كانت ميرا. اوكي سيامند اجا واخيرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب ما طول. ليش يا بابا قفلتي الباب؟ ها؟ عن جد اعصابي كلها تلفانه، اخر مره بحياتي كلها اترك ميرا بالسياره، عن جد اخر ولا نص ثانيه بتركها. حبيبي انت على فكره انت اول مره بتعمليها، ولا بحياتنا عملناها، ولا بحياتنا عملناها، بنزل انا بنزل الاغراض يكون كل شيء جاهز، مجهز العربانه، بعدين انت بتنزلي وبتنزلي ميرا. مشان اساعدك احط الشنطه تبعها دائما انت بتنساها. يلا الحمد لله الحمد لله. صارت تعملي مشاغبات، صارت تعملي مشاغبات. شوفوا ميرا يا جماعة رجعت على البيت ولا على بالها ولا كأني شي صار ولا كأني عملت شي. وأخيرا رجعنا على البيت. صراحة اليوم كان طويل كتير وفيه توتر كتير، أول مرة بيصير معنا هيك شي بصراحة. هلا بما انه هدينا شوي انا برايي انه نحكي لهم شوي انه شو صار بالضبط، تفاصيل تفاصيل، لانه عن جد احنا كنا هنيك سيامد عم يحكي ما عم بفهم عليه ولا انا عم بفهم على نفسي. الحمد لله الحمد لله ما صار شيء وميرا طلعت بخير وسلامه. الف مره الحمد لله. اللي صار انه انا عم بطالع العربانه، بنزل العربانه، عم بنزل الاغراض من السياره، بعدين بتجي شهد بتجيب ميرا بتحطها بالعربانه ونحمل حالنا بنمشي. هالمره شهد شو عملت؟ غيرت الخطه. لما نزلت انا من السياره فتحت حزام ميرا من السياره او من المقعد تبعها مشان بعدين يعني بس ننزلها وخلاص ننقلها من السياره الى العربانه. بس لا طلعت من السيارة وتركت ميرا يعني ما مسكرين عليها الحزام وسكرت الباب عليها. ما بشوف غير ميرا صارت قدام انه قدام عند هي مكان السائق وسكرت الباب. شوف هذا سمعت صوت قفل، في قفل شو هي انت؟ اروح اشوف ميرا قافلة الباب على حالها. اللي صار معي اليوم ذكرني بشي. انا كنت عم بتفرج على فيلم من فترة يعني تقريبا شهرين هيك شيء، انه في ام طلعت من السيارة وابنها داخل السيارة وتسكرت السيارة يعني انقفلت وما عاد ما كان فيها تفتح السيارة، فظل ابنها عاصي بالسيارة بنص الصحراء وما كان فيها طالع ويومين كان يوم ونص او هيك شيء. يعني مهم الفيلم كان كثير صعب علي، فانا كنت دائما بفكر كان عندي فوبيا من هذا الشيء وانه اليوم صار معي هذا هو بس لا لا شو اسمه لا لا بصراحه الموضوع خطير كثير خاصه اذا الجو شوب كثير خطير. الحمد لله انه كانت الدنيا مغربه شوي يعني كانت والسيارة شغاله ونص سبعة بالاخير طفت السياره. هاي اخر توبه هيك هيك بعمل ما توبه اخلي ميرا بالسياره ولو ثانيه وحده لحالها. كمان فوق كل هالستريس راح موعد الدكتور على اساس ميرا كان بدنا نشوف نشوف مشكله عيونها والشيء اللي طالع لها ببطنها، راح علينا الموعد، صارت هي المشكله. شو في كمان شيء المفروض يصير وما صار؟ اشوفكم الفيديو الجاي. انا هلا راح اروح ارتاح وسيامان راح يروح يعمل ريلاكس وانا بدي اروح انام بعد هاليوم الشاق. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي.